نرجع للحراق صبعه تقريبا عندي العدس والباستا حق حراق صبعه جاهز. الحين بنحط فوقه دبس، مو دبس الرمان، لا التمر الهندي. تمر الهندي، هذا تمر هندي ناقعته بمويه حاره وبعدين ذوبته. يعني هو كذا اذا ذاب إيه؟ ولا معها هو يكون كذا شكله قاسي. ايوه بالضبط. طيب وحطيت عليه مويه حاره وبعدين هو ذاب، وانا طبعا قعدت افركه 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 لين ما صار معايا معجون الشكل هذا التمر الهندي. يا سلام، الله يعطي حموضه تجنن. وراح احط كمان من البصل المقلي، ممكن تعطيني البصل المقلي راح احطه الحين، وراح احطه كمان كزينه على الوجه. وهذا يستخدمون اساسا للكشنه في البدايه ولا ما له شغل؟ لا 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 ابدا، هم ما الحراق صبعه ما يكشنونه. اها، ما يسووا له كشنه وكذا زينا، لا. وفي النهايه اخر شيء بنحط دبس الرمان، يعطيه كمان حموضه وحلاوه. اي بس الحموضه عاد مو مفهوم الحموضه الحرقان ولا لا 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 الحموضه اللذعه الحلوه هذه. صح صح. الثوم والكزبره اللي سويناها هالحين بنحطها. يا سلام، نعرف لك واحد. ثوم، ما في الا ثوم ترى والله وين؟ يطعم الأكل فعلا. وبالنهايه ترى ها انا اقول لك انا ما احب الثوم، وانا بيني وبين ناكل ندبج على قولته. شايف ما شاء الله كلام. طيب بخليه بغطي عليه على نار مره هاديه، هو تقريبا جاهز. اخر شيء مثل ما قلت راح اضيف دبس